قاعدين معطيه برعايه السيد الدكتور بشار الاسد بتاريخ 29/4/2011 في مدينه حمص قام الرفيق الدكتور طبيب العيون الذي لا يميز بين تل ابيب وتل بيسي بين درعا ومرتفعات الجولان المحتلي، قام بافتتاح مبنى جديد للفضائية السورية وقمنا بتغطية الحدث. ها هي اخباركم امتى بقيمة الزبالة؟ وهون جنبها وزارة الاعلام. اه عمو بشار بيحكوا عليك هيك؟ هيك بس هيك بس هيك بس